بدي يكون إلي مكانة خاصة فيني مثل مبريتا أخذ مكانتها بقلبهم. ما فيني ضل شايفة كاران وبريتا على طول قاعدين مع بعضهم، ما عم بقدر، قلبي عم يغلي من جوا. وكل ما ضليت بريتا لفترة طويلة كل ما زادت رغبتي بإني ألعب برات هذا البيت. سونا ليكي انتي صار لازم تعملي شي وبسرعة كتير كمان. هلأ هذا السلام يلي نحن فيه رح يخليني افقد عقلي على الأخير. أنا لازم إني أعمل شغلة خربطهم فيها كلهم. هذا الشي مستحيل إنه يصير إلا إذا تخربطت حياة بريتا. مو بس رح خربط لحياتها، لازم كمان أعرف أأذيها. كاران مستحيل يخلي بريتا تنأذى لو شو ما صار، لهيك ما ضل عندي إلا طريقة واحدة لحتى أأذيها لبريتا. ما في قدامي غير بيهو وما في حل تاني. أنا صار لازم إني أضرب عصفورين بحجر واحد. بالأول أنا لازم أثبت لهم إنه بريتا مرة مو منيحة لحتى تكون أم أبدا، وهيك العيلة كلها تقبلني كأم بيهو أكيد. والشي التاني اللي لازم أعمله ويلي هو أهم من كل شي، أنا لازم أقنع بيهو إني بكون أم الحقيقية مو بريتا، بس بطريقة ما أسيق فيها لأي شخص بهالبيت هاد. بس شو بدي أعمل؟ بدي حل. أنا كيف بدي خبر بيهو إني أنا بكون أم الحقيقية مو حدا تاني، وبدون ما حدا يعصب علي أو حتى يتضايق مني؟ وأكيد بدهم يقولولي شو هاد؟ سونا عملتي شي حلو كتير، وبدي إنه الكل يمدحني ويقولوا ظلمناكي يا سونا، ما تزعلي منا. أنا عن جد بقدر جهودك، شكراً كتير إلك سيد ميتا. بريد في مالهوترا، لا تشكرني إلي، لازم تشكر شيرلين لأنه هي اللي وقفت جنبك وقدرت تواجه كل الناس اللي خلوك توصل لهالحالة اللي أنت فيها. لما كنت عم حاكيها على التليفون فكرت في حدا وصل وقتها وغيرت إفادتها، بس بعدين هي بعتت لي رسالة وطلبت مني إني ساعدك وبأي تمن. أنا عن جد بهنيك لأنك لقيت شخص يحبك. أنا طول حياتي المهنية بعمري ما التقيت بوحدة بتحب رجل لهالدرجة هي نهائيا. أنت معك حق، كلامك كله صح. شكراً سيد ميتا. مرحبا أستاذ. أهلين. بتعرفي السيد ميتا هلأ خبرني عن الشغلات اللي عملتيها كرمالي. لو سمحت لوين رايح؟ شوف بريدلي، بس هو عم بيحاكي المحامي هلأ. بيقدر يحاكي قدامي، وفي مرة معهم كمان، وأنا مع هديك المرة. ماشي ماشي، تفضل فيك تفوت. سيد ميهتا، أنا دبرت لك المصاري، ما عليك غير تربح القضية. أكيد، أنا هلأ سألته عن كل شيء بخصة لهالقضية.